بمعنى أنك تصطلح على مصطلح المحدثين ثم تعطي هؤلاء هؤلاء يعني من دخل إيش؟ من دخل في المسمى الصحبة حكم اصطلاح الأصوليين غير صحيح، لأن اصطلاح الأصوليين في الصحابي من هو الصحابي، وخاصة كما عبر عنه الإمام المازري رحمة الله تعالى عليه شرح البرهان وذكر هذا في شرحه على البرهان، اصطلاح المازري فعلا نوافق عليه، الصحابي اللي اتبع النبي على سبيل الإيمان والتعزير والتوقير والنصرة والمحبة والولاء والطاعة وكان المفلحين يا أهل وسهلا، ما عندنا شيء كلام معه على العين والرأس والله نتبرك به وبذكره وأنه صحيح، ونغض نظر عن ماذا؟ عن هناته، والمفروض أن نغض نظر عن هنات الكبار، لأن الإنسان فقط التافه هو الذي إيش ينقر عن أخطاء العظماء، كما قال المثل الإنجليزي أخطاء العظماء عزاء التافهين. لا يا أخي الله يخليك، غلط مرة مرتين ثلاثة ما مشكلة، لكن شوف أنت إيه حسناته، شوف إيش عمل الإسلام المسلمين، إيش قدم، إيش كذا، أشياء كثيرة جدا جدا. لذلك نحن رأينا حتى الإمام علي عليه السلام يفرق، والأكون معكم واضحا، الإمام علي عليه السلام كان يرى أنه حق بالخلاف بعد رسول الله، وصرح بهذا يعني بشكل واضح في أكثر من حديث صحيح، ويرى نفسه مثل ما رأى غيره نفسه أنه أحق، ويرى نفسه حقيقة، وفعلا لا ينقصه أي شيء أن يكون خليفة رسول الله، لا في العلم، لا في القضاء، لا في الشجاعة، لا في الجمال، لا في الفصاحة، لا في البيان، لا في الحسب، لا في النسب، لا في المتابعة، لا ولا شيء، وهذا صحيح. ورحمة الله على ابن عباس الذي قال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستغفر لعلي بن أبي طالب، كل حد فينا، مش نسب ونلعب على المنابر. لماذا؟ قال لأنه أول الناس إسلاما، والله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هو أول السابقين؟ الإمام علي. إذن كل حتى أبو بكر عمر بده يستغفر هذا الرجل لأنه أول واحد. هذا مش كلام، كلام ابن عباس، ولو قال ابن عباس رافض ومش رافض، ابن عباس هذا صحابي جليل ترجمان القرآن، ابن عباس هو القائل. هذا الفتى سماه الفتى، ما معنى الفتى؟ الرجل الكامل معروف، الفتى هو الإنسان الكامل. قال هذا الفتى من نظر إليه قال ما أجمله، ما أفصحه، ما أعلمه، ما أشجعه، ما أجمله، يا سبحان من خلقه، كامل الكمالات كلها في هذا الرجل، من حق أن يرى نفسه أحق بلا شك، وفي أدلة أخرى ما في مشكلة عندنا. طيب سبقه أبو بكر بالخلافة ثم سبقه عمر، هل نفسها عليهم فقطعهم واستدبرهم وعمل ضد مشروعهم الخلافي أم قاتل معهم في حروب الردة؟ قاتل معهم ونصر مشروعهم وأفاد منه المسلمون فوائد جمع عظيمة، حتى قال فاروق عمر لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن، صح ولا؟ وزوجه علي، زوج عمر ابنته بنت 14 سنة أم كلثوم لعمر، لو كان يبغضه ويكرهه أو يحكم عليه بالزندق مثل التشيع الصفوي مستحيل أن يعمل هذا. صح أنا لا أستبعد أنه كان يرى نفسه أفضل منه من عمر، له ذلك الظاهر في كل صفاته ما يؤيد ذلك، ما في مشكلة. لكن لما بلغ الأمر إلى معاوية الطليق ابن الطليق، ومعاوية حط رأسه برأس الإمام علي ونصحه بعض أصحاب الإمام عليه السلام ألا يعزلهم باب السياسة المكافلية، قال لا وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما تجلس ليش معاوية على إيش؟ على عثمان، رغم أخطاء عثمان في الفترة الأخيرة من حياته مسكينة، لكن له فضائل كثيرة عثمان، رجل صالح، لكن غلب على أمره من دهاة بني أمية الملاعين والعياذ بالله، مروان وأبوه الحكم وأمثال هؤلاء الدهاة، ورجل كبير في السن 80 سنة، المهم له عذره إن شاء الله سيدنا عثمان. وما تجلسش بالذات معاوية على إيش؟ على أبي بكر وعمر. أنا أبو بكر وعمر قاتلت معهم وعملت لهم قاضيا وكانوا يستفتوني أفتي وكنت أعلم وأجيب، أبدا ما اعتزلهمش. لكن معاوية لا، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، وحتشوفوا في الدرس جاي بالذات سر هذا التشدد من معاوية. ليش معاوية بالذات أكبر فتنة كانت معاوية بني أمية، أكبر فتنة في تاريخ الإسلام، أكبر انقلاب على مفاهيم الإسلام وعقائده وشرعه، سوف يضح لكم هذا في الدرس المقبل بإذن الله بالتفصيل، انقلاب حقيقي يا إخواني، انقلاب حقيقي على الدين. والإمام علي عرف ذلك وقال أنا الذي فقأت عين الفتنة، فتنة رهيب، النبي حذر منها يا أخي في أحاديث صحيحة واضحة مدمدمة مخيفة، لكن كل هذا يدس، كل هذا يدس ولا يعلن أيها الإخوة، في فرق، هذا شيء وهذا شيء. فإذا أيها الإخوة منهجيا لا يجوز أن ننزل حكم هؤلاء يعني بالاصطلاح الأصولي على ماذا؟ على أولئك بالاصطلاح التحديثي، هذا خطأ كبير جدا جدا، لا مشاحة بالاصطلاح، اصطلح ماذا تريد، لكن لا تحكم على هؤلاء إيش
وفق اصطلاح هؤلاء. هنا صار الخلط. قال لك كل مرة وكلهم عدول ومزكون وممتازين وفيش فيهم أي شيء، ما الصحيح. فنحن إيه يعني نتعاطف مع الاصطلاح الأصولي وسنثبت إيه ما يدل على ذلك وله إن شاء الله تبارك وتعالى.